مالك يا أبلة في إيه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت أفرط لي حبيتين، بلاش. البت دي خدتك ورحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، رحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه. وإذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا، مش عشان تخرجي برا وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في أكل عيشنا. خمدي دلوقتي ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. بتهببه ده هتدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغامق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصلا انا عارف ان انا سابق عندك. عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس. ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحة جديدة. اقعدي يا بت، اقعدي. ما تاخذنيش يا رمانة معلش. أصل أنا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براءة، أنا سكتك ماليش فيها. سيبني في حالي. اشمعنى قفشه في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس. افندينا حلوه السكه بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءه، براءه النوح، قبض الروح. بس أنا جاي لك النهاردة عشان أفتح معاكي سكة جديدة. هحط إيدي في إيدك يا رمانة وهفتح لك طاقة القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. أما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في أوضة ضلمة معفنة لغاية ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا براء، هات من الاخر، انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوفي يا بنت الناس، في مصلحه بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيب لي اخبار خميس اول باول، وانا هديكي 10 أضعاف اللي بتاخدي من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ انت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها أحلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو؟ انت عايز ايه بس؟ أنا معرفش أيتها حاجة. عارفة كتير وهتعرفي اللي أكتر. طب ما أنت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ أنا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي أنا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه
هتاخدي اللي تستاهليه. على فكرة براء بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا وزة. والله يا ابله قرقروني يا الله. يخرب بيتك يخرب بيتك يا بيه. ايه ده يا ابله؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. براء ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ سامي اسمعني بس يا خميس. سامي طرف المقفوله دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. ازاي تتخبي فيها؟ عامله حسابك على كل حاجة؟ انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجاله بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمروتي واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. انت بنت فاكراني عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطه دي، ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولفتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرت تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لا